بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 16. فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم. رأى صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم من ذهب، فأمره صلى الله عليه رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بيده اليسرى بيده الشمال، فقال له صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه بعد ذلك. عقوبة له إن شلت يده ولم يستطع تحريكها ورفعها، عقوبة له. ما منعه إلا الكبر، ما منعه من الأكل بيده اليمنى إلا الكبر. فلما قال لا أستطيع وهو كذاب، دعا عليه صلى الله عليه وسلم فقال له: لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه بعد ذلك. بينما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتم من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم الخاتم وطرحه في الأرض، فلما قام صلى الله عليه وسلم قال الحاضرون لهذا الرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاتباع، هذا هو الاتباع الصحيح، وهذه هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بلغك أمر من أمره صلى الله عليه وسلم وجب عليك الامتثال، إذا بلغك نهي من نهيه صلى الله عليه وسلم وجب عليك ترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة، والفتنة الزيغ في القلب. فإذا ترك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ترك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم رغبة عنه، فإنه يبتلى بالزيغ. ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، عقوبة. فالذي يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعاقب، إما في قلبه وذلك بالزيغ والعياذ بالله، وهذا أشد العقوبات. الذي يتبين له الحق والسنة ثم يتركها يبتلى بالزيغ، يبتلى بالزيغ، كما قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يصيبه عذاب، عقوبة في بدنه، مرض، قارعة تصيبه في نفسه،
هلاك غير ذلك، صيبه فقر وفاقة، صيبه عقوبات في الدنيا وفي الآخرة. قال الإمام أحمد رحمه الله على هذه الآية: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله على معنى هذه الآية الكريمة. فهذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباعه وطاعته. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم احترام سنته، احترام الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمها، عدم التهاون بها، لأنها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بالمنزلة الثانية بعد القرآن، هي بالمنزلة الثانية بعد كلام الله سبحانه وتعالى. فيجب احترام أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمها، وألا يتجرأ الإنسان على الكلام على أحاديث الرسول من غير علم، بأن يقول هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا ما أدري كيف، ويصحح ويضعف في الأحاديث وهو ما عنده علم متعالم، يقرأ في الكتب ويحكم على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تعلم السنة ومصطلح الحديث وما عليه علماء الحديث، ما عرف هذا، وإنما نشأ على الكتب يطالع فيها وسوى نفسه محدثا. هذا خطر عظيم، يجب على المسلم أن يعظم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يتطاول عليها بغير علم، وأن لا يتكلم في تصحيحها أو تضعيفها بغير علم وغير قواعد شرعية يسير عليها علماء الحديث. من أنت حتى تجعل نفسك في مصاف الحفاظ؟ من أنت حتى تجعل نفسك بمنزلة الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام ابن خزيمة وأئمة الحديث، أئمة الجرح والتعديل؟ من أنت؟ من درست عليه؟ من تلقيت العلم عنه؟ من هم مشايخك؟ على كم عالم تلقيت العلم؟ إذا قرأت سير العلماء والحفاظ تعجب من كثرة شيوخهم وكثرة رحلاتهم في طلب الحديث. تجد الواحد له أكثر من 2000 شيخ، 2000 شيخ تلقى الحديث والعلم عنهم، وما يتكلم إلا بعد أن يشهد له بالمعرفة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا شهد له مشائخه الذين تلقى عنهم علم الحديث، فإنه حينئذ يتكلم
في علوم الحديث، تكلم في علوم الحديث. فهؤلاء الذين يتطاولون الآن على الأحاديث وهم ليسوا علماء ولا تلقوا العلم عن علماء الحديث ولا درسوا حتى ما درسوا حتى المختصر في مصطلح الحديث، ما قرأوه ولا يعرفون المختصرات في علوم الحديث، فكيف يجوز لهم أن يتكلموا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعفوها ويصححوا ويخرجوا إلى آخر ما يعبثون به الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم احترام سنته، تعظيمها، وأن لا يتكلم الإنسان فيها بغير علم. واحد من الصحابة بلغه عن صحابي آخر أن عنده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينهما مسافة، واحد في الحجاز والثاني في مصر. الذي في الحجاز بلغه عن الذي في مصر أن عنده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسافر من الحجاز إلى مصر وسأله عن هذا الحديث ورواه عنه ثم رجع. حديث واحد، سافر من مصر من الحجاز إلى مصر، وكم المسافة في ذاك الوقت؟ ما في سيارات ولا طائرات ولا بواخر، ولا راح على الإبل أو على قدميه لحديث واحد. هؤلاء هم الذين يعظمون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلقونها عن العلماء، عن حفاظها وعن حملتها، ولا يأخذونها من مجرد الكتب والمطالعات كما يفعل بعض أهل هذا الزمان. فمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم احترام سنته عليه الصلاة والسلام. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا لم يكن عنده علم، من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا لم يكن عنده علم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمسك لسانه ولا يتكلم من غير علم، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، أو يضعف ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نتيجة الجهل وسوء الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم احترام سنته وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من احترام الرسول صلى الله عليه وسلم والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم أن تصلي وتسلم عليه كما أمرك الله بذلك. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وهذا من النصيحة له صلى الله عليه وسلم، أن نصلي ونسلم عليه عند ذكره
وفي صلاتنا وفي خطبنا ومحادثاتنا وعند ذكره صلى الله عليه وسلم. وكذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدم رفع الصوت عنده صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذا يعم حياته صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حيا، ولهذا كان الصحابة يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم ما كانوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم احتراما له، إذا جلسوا عنده لا ينظرون، لا يرفعون أبصارهم، ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم احتراما له وتعظيما له صلى الله عليه وسلم، ولا يرفعون أصواتهم. ولما نزلت هذه الآية الكريمة، لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل من الصحابة جهوري الصوت، فلما سمع هذه الآية جلس في بيته، جلس في بيته ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عنه، أرسل إليه: لماذا لا تحضر؟ قال: إني سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وأنا رجل جهوري الصوت، فأخشى أن أرفع صوتي عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيحبط عملي وأكون من أهل النار. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروه أنه من أهل الجنة. قال: أخبروه أنه من أهل الجنة. فشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فعند ذلك اطمأن الرجل. هذا يدل على احترام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعم غض الصوت عند الرسول في مجلسه يوم أن كان حيا، وغض الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، عندما يزور الإنسان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه فإنه يغض صوته ولا يرفع صوته عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا عليه الصلاة والسلام. وكذلك من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم والنصيحة له: إذا قرئ الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قرئ حديث الرسول فإنك تنصت ولا تتكلم، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر يتكلم. إذا سمعت حديث الرسول يقرأ فإنك تتأدب وتغض صوتك وتستمع لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه حاضر عليه الصلاة والسلام يتحدث بهذا الحديث، تحترم أحاديث الرسول عند سماعها غاية الاحترام. هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا يدخل في
قوله صلى الله عليه وسلم نصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه والإيمان به والنصيحة له صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا وإيمانا صادقا، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يذهب بثيابه إلى المكوج لكي يغسلها أم لا يجوز له؟ سبق أن أجبنا عن هذا السؤال، قلنا غسل الثياب ما هو ضروري، غسل الثياب ليس ضروريا إن كان من باب النظافة، أما إن كان غسلها من النجاسة فلا بد من هذا، يخرج ويغسلها من النجاسة، أما غسلها للنظافة هذا ما هو ضروري. نعم. يقول السائل: ما الأفضل في شهر رمضان، التلاوة أم الحفظ؟ الأفضل التلاوة، الأفضل التلاوة، ويجعل للحفظ، لأن الحفظ لا يختص برمضان إلا في التلاوة، فلا شك أنها في رمضان أفضل من غيرها، أما الحفظ فهذا في رمضان وفي غيره. نعم. يقول السائل: هل ساحة الحرم تعتبر مكانا للاعتكاف؟ كل ما هو داخل المسجد، كل ما هو داخل أبواب المسجد فهو محل الاعتكاف. نعم. يقول السائل: عندما نزل المطر وجدنا بعض الناس يتزاحمون على مياه التي تنزل من الميزاب فوق الكعبة، فهل في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا؟ لا نعلم في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر فإنه يخرج عليه الصلاة والسلام ويخرج رحلة ليصيبه المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه. المطر ولو كان ما هو من سطح الكعبة، المطر نفسه ماء مبارك، ماء مبارك، فينبغي أن تحصر عن رأسك وتترك المطر ينزل عليك وعلى ثيابك لأنه ماء مبارك. نعم. يقول السائل: امرأة غاب عنها زوجها لأكثر من 5 سنوات ولم تسمع عنه طيلة هذه الفترة، هل لها أن تطلب الطلاق؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. تتقدم إلى المحكمة، تتقدم إلى المحكمة الشرعية وتنظر في موضوعها، هذا من اختصاص المحكمة. نعم. يقول السائل: أطال الله في عمرك يا شيخ، رجل تزوج ومعه أبناء وبنات، لا يصلي إلا يوم الجمعة فقط، فماذا يجب نحو زوجته وقد نصحوه أهلها، وما الواجب نحو أهلها تجاهه وزوجته تقول عسى الله أن يهديه وجزاكم الله خيرا؟ إن كان المقصود أنه لا يصلي في المسجد وإنما يصلي في البيت ولا يترك الصلاة فهذا تارك لواجب، لأن صلاة الجماعة واجبة، لكن ما دام أنه لم يترك الصلاة يصلي في البيت فتبقى معه وتنصحه في الصلاة في المسجد لأنه تارك لواجب، وصلاته في البيت صحيحة ومجزية، لكن يأثم على ترك صلاة
الجماعة. أما إن كان القصد أنه لا يصلي أصلا لا في البيت ولا في المسجد ويترك الصلاة متعمدا، هذا كافر، لا يجوز لها أن تبقى معه، تطلب الفراق منه. نعم. يقول السائل: أشتغل في مدرسة بشهادة جامعية، وقد استعملت الغش في بعض السنوات الدراسية، وأقوم الآن بالتخلص من بعض هذا المال في كل شهر ليزول الشك، ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ نعيد السؤال. يقول: أشتغل في مدرسة بشهادة جامعية، وقد استعملت الغش في بعض سنوات الدراسة، وأقوم الآن بالتخلص من بعض هذا المال في كل شهر ليزول الشك، ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ هذا شيء مضى وليس باستطاعتك الآن تعديله، ولكن الواجب عليك أمران. الأمر الأول التوبة إلى الله عز وجل من هذا الغش، والأمر الثاني أن تتقن العمل الذي وكل إليك، أن تتقن العمل الذي وكل إليك وتقوم بالوظيفة التي وكلت إليك. نعم. يقول السائل: منذ 8 سنوات أتيت من إفريقيا إلى جدة، رجل من إفريقيا لما جاء إلى جدة خلع الإحرام ثم عمل عمرة متمتعا بها إلى الحج، وبعد الحج لم يذبح الهدي، فماذا عليه حتى يصير حجه صحيحا؟ نعم. يقول: رجل من إفريقيا لما جاء إلى جدة خلع الإحرام ثم عمل عمرة متمتعا بها. كيف خلع الإحرام؟ يعني محرم من الميقات. نعم. سؤاله هو يعني لم يذبح الهدي مع أنه متمتعا، فماذا عليه وقد مضى على هذه المدة 8 سنوات؟ إيه، لكنه في الأول يقول أنه خلع الإحرام، المعنى هذا أنه محرم من الميقات، ولما جاء إلى جدة خلع الإحرام ولبس المخيط، ثم بعد ذلك أحرم من جدة وأدى الحج. إذا كان إنه محرم من الميقات فهو باق على إحرامه، وخلعه للملابس الإحرام ولبسه المخيط ما يخرجه من الإحرام، وباقي على إحرامه من الميقات، ولبسه للمخيط خطأ. وأما أنه أدى العمرة ثم حج هذا متمتع، فيجب عليه الفدية. فإذا لم يكن ذبحها، إذا لم يكن ذبحها فهي باقية في ذمته، يذبحها الآن قضاء، ذبحها الآن قضاء. نعم. يقول السائل: لدي مبلغ وقدره 50,000 ريال سعوديا، وهو عبارة عن مراتب أو راتب معاش شيخوخة. السؤال: كيف يكون زكاة هذا المال علما بأنه يصرف منه ويقرض منه ولا أعرف له حولا، جهلا مني بمعرفة الحول، وجزاكم الله خيرا؟ المال المتوفر لديك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة كل سنة لإخراج ربع العشر منه، فعليك أنك تحسب زكاة السنوات الماضية وتخرجها لأنها باقية في ذمتك، حق واجب في ذمتك، ولا يسقط عنك بمضي السنين. عليك أنك تحسب زكاة السنوات الماضية تخرجها للفقراء والمساكين. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام حافظ لكتاب الله عز وجل ويعلمه للطلبة، وأيضا يستعين بتفسير ابن كثير ويطلع عليه ويقول أن الله في كل مكان، وأيضا يقول فوق المنبر أن شيخه المتوفى قريبا يقضي الحاجات، وقال أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء وصلى على شيخه وينصح هذا الإمام بقراءة كتب الحلاج، فما حكم الصلاة خلفه وما حكم الصلوات السابقة، وجزاكم الله خيرا؟ هذا الذي عنده هذه الاعتقادات الباطلة الحلول
يعتقد الحلول أن الله حال في كل مكان تعالى الله عن ذلك، ويعتقد أن الأموات ينفعون ويضرون ويغلو في شيخه، ويعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وصلى عليه، كل هذا كذب وافتراء. فمثل هذا لا يصلى خلفه، لأن عقائده هذه باطلة مخرجة من الملة، فعليهم أن يعيدوا الصلوات التي صلوها خلفه، لأنه لا يصلح إماما. إذا كانوا يعلمون عنه هذه الأمور ويصلون خلفه صلاتهم باطلة، أما إذا كانوا يجهلون ولا تبين لهم إلا فيما بعد، فالصلاة التي صلوها وهم لا يعلمون عن حاله لا تعاد، لكن التي صلوها بعد ما علموا عن حاله لا بد أن يعيدوها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا رجل ابتليت بمعصية، فنذرت أني كلما أقع فيها أتصدق بمال معلوم، ففعلت هذا فترة، ثم شق علي النذر حتى أصبح علي من النذر مبلغ لا أستطيع قضاءه حاليا، فما الواجب علي؟ أعيد السؤال. يقول: أنا رجل ابتلي بمعصية هذا فترة، ثم شق علي النذر حتى أصبح علي من النذر مبلغ لا أستطيع قضاءه حاليا، فما الواجب علي؟ هذا النذر يجري مجرى اليمين، يجب عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد تصوم 3 أيام. هذا نذر يجري مجرى اليمين، لأن قصدك منه المنع، منع نفسك من المعصية، فتكفر كفارة يمين وتتوب إلى الله عز وجل توبة صحيحة، تترك المعصية ولا يحتاج نذر، توب إلى الله واعزم على ترك المعاصي بدون أنك تنذر أو تحلف. نعم. يقول السائل: ما هو ضابط التبديع والتشريك، وهل من فعل شركا يكون مشركا؟ نعم، من فعل الشرك الأكبر يكون مشركا، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والتبديع، التبديع معناه من فعل بدعة، من فعل بدعة، والبدعة هي ما نسب إلى الدين من غير دليل شرعي، هي ما نسب إلى الدين من غير دليل شرعي، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا، في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه هي البدعة، هذا ضابط البدعة كما في الحديث. ولكن في وقتنا الحاضر صار ناس يتكلمون في التبديع، وفلان مبتدع وفلان كذا، بدون ضوابط وبدون، كل من خالفهم قالوا هذا مبتدع. لا بد أن البدعة تكون مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما كل يعرف البدعة، بدعة لا يعرفها إلا أهل العلم الذين يعرفون السنة والبدعة، لا يجوز التوسع في هذا الأمر إلا بعد التثبت، بعد التثبت. وربما إن الإنسان فعل فعلا مخالفا عن جهل، فلا يتسرع إلى تبديعه حتى يبين له، ربما يكون لا يعرف، فإذا تبين له ترك هذه المخالفة. نعم. فالأمور تحتاج إلى ضوابط في التبديع والتكفير والحكم على الناس، لا بد من ضوابط شرعية. نعم. ولا بد أن يكون ذلك عن علم. نعم. يقول السائل: رجل يستدين من رجل آخر مبلغا من المال، يشتري به بضاعة، ثم يبيع المستدين للدائن أقل مما يبيع للناس، هل هذا جائز وجزاكم الله خيرا؟ نعم. يقول: رجل يستدين من رجل آخر مبلغا من المال،
ليشتري بها بضاعة، ثم يبيع المستدين للدائن أقل مما يبيع للناس، هل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا. هذه مسألة العينة، هذه العينة، إنه يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على الدائن على البائع بثمن أقل، هذا ربا، هذا ربا، وجعلت السلعة حيلة وسيلة إلى الربا، وهي ما تسمى بمسألة العينة، أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على البائع الدائن بثمن حال أقل، هذا ربا في صورة البيع، وهو مسألة العينة. نعم. يقول السائل: أقوم بشراء بضاعة وأقوم ببيعها قبل استلامها، هل يجوز؟ وما حكم الربح؟ لا تبع السلعة حتى تقبضها، قال صلى الله عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني القبض، القبض التام بالنقل، بنقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري، هذا القبض، أن ينقلها من مكان البائع إلى مكانه هو، ثم بعد ذلك يبيعها، أما أن يبيعها قبل القبض فهذا لا يجوز. نعم. يقول السائل: عندي أخت تزوجت من رجل، وكان الذي تولى زواجها أخ لأم أحد أبناء عمها لأب، مع العلم بأن إخوانها الأشقاء وعمها متوافرون، ولكنها خافت أن يعترض بعضهم لأنها جلست طويلا بعد زواجها الأول، فما حكم زواجها؟ الأخ لأم ليس وليا، لكنه قال أنه ابن عم، وأخ لأم لكنه ابن عم، فيكون عاصبا، ولكن ما دام فيه إخوة أشقة أو لأب فهم أقرب منه للولاية وأحق بالولاية، ولا يأتي هو إلا إذا لم يوجد، إذا لم يوجد الإخوة وبنوهم ولم يوجد الأعمام، يأتي دور ابن العم في الولاية، فهو زوجها وهو غير ولي، فهذا العقد يعرض على القاضي أو على المفتي من أجل إعادة العقد على الوجه الصحيح. نعم. يقول السائل: نرى بعض الناس يقولون والنبي، فهل هذا يجوز؟ هذا حرام، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن الحلف بغير الله، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. في حديث آخر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز الحلف إلا بالله، لا بالنبي ولا بغيره من المخلوقين، حلف يكون بالله عز وجل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: شاب أراد الزواج من امرأة وقد تقدم إلى أهلها في البيت، فقبل الأب بحضرة ناس كانوا موجودين وقد أعطاها شيئا من المهر، ولكن لم يحضر الإمام ليتم العقد، فظن هذا الشاب بهذا يتم الزواج، فدخل عليها وأبوها يعلم ذلك، ثم أعلم أن هذا خطأ، فماذا عليه الآن؟ أثابكم الله. عليه أن يعتزلها، عليه أن يعتزلها حتى يعقد عقدا صحيحا، حتى يعقد عليها عقدا صحيحا، ثم يدخل عليها بعد العقد، فعله الأول خطأ. نعم. يقول السائل: من حج متمتعا، فعله الأول خطأ، لأنها ليست زوجة له، لا تكون زوجة له إلا بالعقد، لا بالخطبة، لا بالخطبة، خطبة لا تكون عقدا. نعم. يقول السائل: من حج متمتعا،
هل يسقط عليه أو تسقط عليه عمرة الإسلام؟ نعم، إذا حج متمتعا أو قارنا كفاه ذلك عن عمرة الإسلام، العمرة التي مع الحج تكفي عن عمرة الإسلام سواء كانت تمتعا أو قرانا. نعم. يقول السائل: ما نصيحتكم للمسلمين الذين يرمون الرطب والعيش الزائد على الأرض ولا يبالون بحرمة ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا حرام، حرام أن الأطعمة ترمى وهي صالحة للاستعمال وصالحة للأكل، حرام أنها ترمى الزبالات والمواضع القذرة، لأن هذا من كفر النعمة، هذا من كفر النعمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ورأى صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة في الطريق فأخذها وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الزكاة لأكلتها. أخذه إياها صلى الله عليه وسلم يدل على احترام النعمة وعدم تركها ملقاة في الطريق. وأمر صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع، أمر بلعق الأصابع قبل مسحها بالمنديل، وأمر بلعق الصحفة، كل هذا يدل على توقير النعمة وعدم إهدارها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما صحة الحديث وما فقهه عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. وما حكم من يأخذ الجنسية الأجنبية؟ نعم، الحديث صحيح، وهو في حق من يقيم بين المشركين وهو لا يقدر على إظهار دينه، يقيم وهو لا يقدر على إظهار دينه، بل لا يتمكن من إقامة دينه، هذا لا يجوز له أن يقيم بين المشركين، لا يجوز له إلا إذا كان يقدر على إظهار دينه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه إذا أقام بينهم وهو لا يتمكن من إظهار دينه. وأما أخذ الجنسية، جنسية الكفار، هذه لا تجوز، وقد صدر فيها قرارات من المجامع الفقهية مثل مجمع الفقهي في مكة تابع للرابطة، صدر قرار بمنع أخذ الجنسية، جنسية الكفار، لأن المسلم إذا أخذ جنسيتهم سرى عليه حكمهم ونظامهم وخضع لهم، لا يجوز هذا. لكن يجوز له يقيم بدون أخذ جنسية إقامة إذا اضطر إلى ذلك وكان يقدر على إظهار دينه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: قال الرسول عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: رحم الله من صلى قبل العصر أربعا. السؤال: هل المقصود بقبل العصر قبل الفريضة أم قبل دخول وقت العصر؟ أثابكم الله. لا، بعد دخول الوقت وقبل الفريضة. إذا دخل وقت العصر أو سمعت الأذان فتصلي أربع ركعات نافلة قبل صلاة العصر. نعم. أثابكم الله. يقول: في بلادنا بعضهم يضحكون ممن يقصر ثوبه أو يرخي لحيته، فما حكم الإسلام في مثل هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ هذا استهزاء بالسنة، هذا استهزاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يضحك من السنة يرتد عن الإسلام، الذي يستخف بسنة الرسول أو يضحك من سنة الرسول أو يقول هذه قشور، أن بعضهم يقول هذه قشور، هذا ردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. نعم.
يقول السائل: ما حكم من قصر أو حلق شعره بنفسه بعد تمام عمرته للتحلل منها؟ لا بأس بذلك، إن الإنسان يقصر لنفسه والمرأة تقصر لنفسها لا مانع من ذلك، وإن قصره غيره فلا بأس. نعم. يقول السائل: هل مساجد مكة المكرمة حرم ويجوز الصلاة بها على أساس أنها حرم؟ نعم، لا ما في شك أنه حرم، كل ما كان داخل الأميال حدود الحرم فإنه حرم، لأنه يشمله أحكام الحرم، لا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته ولا يختلى خلاه، يعني العشب والكلى اللي هو المرعى لا يقطع، ولا يقطع الشجر الأخضر، كل أحكام الحرم تنطبق على ما كان داخل أعلام الحرم وحدود الحرم، والصلاة فيه مضاعفة، الصلاة فيه مضاعفة، ولكن الصلاة عند الكعبة وفي المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة لا شك أنه أفضل، أفضل من الصلاة في بقية الحرم. نعم. يقول السائل: سمعت بعض أهل العلم يقول بأن الدبابيس في لبس الإحرام كالمخيط، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هذا صحيحا هل تبطل عمرة من فعل هذا الأمر عن جهل؟ بارك الله فيكم. نعم نعم، لا يجوز تشبيك، لا يجوز تشبيك الرداء بالمشابك أو بالدبابيس، لأن هذا يشبه المخيط، يشبه المخيط، بل يجعل يطرح الرداء طرحا على كتفيه ويلفه على صدره، يلتحف به التحافا بدون منه يشبكه بالمشابك أو بالدبابيس، لكن لو فعل هذا فإحرامه صحيح، إحرامه صحيح، ولكن يترك هذا من باب الاحتياط والبعد عن مشابهة المخيط. نعم. يقول السائل: تأتيني وساوس خطيرة جدا وأنا أتضايق منها كثيرا، هل هذا يؤثر على عبادتي؟ لا، الوساوس لا تضرك ولا تلتفت إليها، واستعذ بالله من الشيطان وتناسها واتركها وتذهب عنك بإذن الله. نعم. يقول السائل: ما حكم الغلو في حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتنزيله في غير منزلته؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، السؤال اللي عن الوسواس، الوسواس إذا لم تتكلم لا يضرك، قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فمجرد حديث النفس والخواطر هذا لا يضر، وعلى الإنسان أن يستعيذ من الشيطان ويترك الوسواس ولا يلتفت إليه ولا يهتم به أبدا. وأما الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته فهذا شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تغلو في كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له رجال: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال لهم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله. نهاهم أن يقولوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، لأن هذا إذا قالوه في حضرته صلى الله عليه وسلم يكون فيه غلو، وإلا هو سيدنا صلى الله عليه وسلم بلا شك، لكن نهاهم أن يقولوا هذا في حضرته صلى الله عليه وسلم. ولما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم منافق يؤذي المؤمنين، قال بعضهم: قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
نستعيذ به من أذى هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستعاذ بي وإنما يستعاذ بالله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حقه وأمر أن يقال عبد الله ورسوله. هو عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، ويكفيه هذا شرفا عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: ما حكم الوضوء من مبردات المياه إذا حان وقت الصلاة وكانت دورات المياه مزدحمة؟ لفظ الحديث الذي سقته: إنه لا يستغاث بي، قال بعض الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. منعهم صلى الله عليه وسلم من هذا اللفظ لأن فيه غلوا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الوضوء من مبردات المياه إذا حان وقت الصلاة وكانت دورات المياه مزدحمة، وأنه قد تفوته الصلاة إذا انتظر في دورات المياه؟ جزاكم الله خير. هي ما جعلت للوضوء، البرادات ما جعلت للوضوء، فلا يتوضأ منها. إذا أراد يتوضأ يأخذ ماء ويطلع خارج المسجد ويتوضأ، يأخذ ماء بقارورة ولا في إناء ولا في، ويطلع خارج المسجد ويتوضأ. ما جعلت هذه البرادات للوضوء، مجعولة للشرب. ولو فتح هذا الباب وقيل توضأ منها لتزاحم الناس عليها ووسخوا المسجد وحرموا الذين يشربون منها. نعم. يقول السائل: هل النساء مأمورون بالسواك مثل الرجال؟ نعم، السواك مستحب للرجال والنساء. نعم، وهن بحاجة إلى السواك مثل الرجال، سنة في حقهن وفي حق الرجال. نعم. يقول السائل: ما حكم الاهتزاز أثناء قراءة القرآن في الصلاة وخارجها؟ لا يجوز هذا، الحركة عند تلاوة القرآن أو عند استماع القرآن الحركة منهي عنها، لقوله تعالى: إذا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والإنصات قطع الحركة، الإنصات قطع الحركة، لأن الإنسان إذا تحرك ينشغل، فهو ينصت بمعنى أنه يستمع بأذنه ويسكن في جسمه ولا يتحرك، ليكون هذا أبلغ في تدبر القرآن. هذا من ناحية. الناحية الثانية: ذكر أن التمايل عند تلاوة القرآن مأخوذ من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يتمايلون عند قراءة التوراة والإنجيل، ونحن منهيون عن التشبه بهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أتزوج ابنة خالتي علما أنها رضعت من جدتي، يعني أم الوالدة؟ لا، إذا كانت رضعت من جدتك أم والدتك فإنها تكون خالة لك من الرضاع، أختا لأمك من الرضاع، تحرم عليك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.